فريقين الى ارضيه قطع الفوز خلال هذه المباراه. بسرعه نقدموا تشكيله المرمى كلاعبين محمد قنديل، امين نمسن، ياسين بالرابحه، جبريل سيلا زوراق هو اللي غادي يقود المواجهه بمساعده يحيى النوالي وهشام اي تعبول، الحكم الرابع هو محمد فقير ولم امين نمسن. في مواجهه كل فريق سيسعى الى تحقيق النقاط الفوز في هذه المباراه امامنا سمير القزاز وزكريا برنسي في غرفه الفار خلال هذا اللقاء. تالية محمد مرباح قايا الحارس الجزائري في اول ظهور له رفقه فريق الرجاء، ودي اسامه سكحان، محمد بكعزي، عمر عرجون، هيثم البهجه، محسن متولي، محمد زريده والكونغولي كاديما كابانغو. على مستوى الاحتياط هناك امير حداوي، سفيان بن جديده، محمد مرابط، بيلي بانغا، عبد الجليل الجبيره، فابريس نغوما، حميد احداد، عبد المنعم، يوسف برشيد. صفر ليميتي بين الفريقين. المولديه الوجديه يضم اولمبيك خربقه بجوج صفر، هدفي اسامه احفاري والبوتسواني كابيلو سيكانينغ. غدا بديت الساعه الثامنه مساء بالمركب الرياضي محمد الخامس فريق الوداد الرياضي البيضاوي يستقبل فريق حسين اكادير، ويوم الخميس المقبل في نفس التوقيت الثامنه مساء النهضه البركانيه يواجه فريق الجيش الملكي. في الوقت غادي يكون هناك تغيير قادم في صفوف فريق الرجاء، سفيان بن جديده ولكن يساعد للدخول. في الوقت غنتابعوا الفرصه لاعب محمد زريده، زريده غادي مرر بالفعل في الجهه اليسرى عند لاعب سكحان، تمرير الفرصه كاديما كابانغو في المكان المناسب يوضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده فريق الرجاء وهدف اول للكونغولي كاديما كابانغو بقميص فريق الرجاء. الحارس خالد علوي نتابعوا من جديد، التمريره في الجهه اليسرى محمد زريده، هنا المراوغه، هنا التمريره باتجاه لاعب اسامه سكحل. كاديما كابانغو يضع الكره في الشباك و يمنح اولى الاهداف لفائده فريق الرجاء. في الوقت اللي كاديما كابانغو يوقع الهدف هو من سيتم ودخول سفيان بن جديده. اذا كاديما كابانغو يترك مكانه للاعب الشاب سفيان بن جديده. سفيان